للسيادة، وهنالك عملا وحشيا جرى. نحن نناقش اليوم عملية رد فعل عنيفة جرت يوم أمس وأرعبت أهالي بغداد، وبالتالي تؤشر إلى يعني خطورة وجود هذه المنظومة الدفاعية. مستوى هتك السيادة للعراق، مستوى الاستخدام السيء للسلاح داخل المدن، هذه إشارات واضحة جدا. حتى طبيعة الاستهداف ونوعيته، تحدثت كل القوى السياسية أنه مستغرب أن يكون في هذه التوقيتات دون غيرها. لهذا نجد أن هنالك عدد كبير من البيانات صدرت، صحيح، وكانت واضحة أن المستفيد من هذا الموضوع هو القوى الأمريكية، وأن المستفيد الوحيد الذي يمكن أن يضع هو الذي يريد أن يعطل العملية السياسية أو يعطل الأمور في بغداد تحديدا، باعتبار أنه يومين منصرمين شهدا ضغطا ماليا جديدا جدا عاليا، موضوع المتعلق برفع يعني سعر الصرف للدولار، موضوع الموازنة تمريرها وعدم تمريرها، فضلا عما ذكرته هو موضوع طرح استجواب الكاظمي وإقالته. هذه عدة عوامل تدفع إلى أن تؤشر أن المستفيد من خلف ذلك هو التخطيط لإرباك المشهد، وهذا ما تعمل عليه السياسة الأمريكية حاليا. وتاريخيا وحتى بهذا الاستهداف، ملفت سيد عباس أنه كل عمليات القصف التي تستهدف السفارة الأمريكية لم يسقط يمكن أي جريح، أو بهذا القصف استهداف أو قتيل أمريكي واحد. من يدفع الثمن إن كان من القوات الأمنية العراقية أم من المدنيين العراقيين الذين قاطنون في المنطقة الخضراء؟ وهذا أيضا يطرح الكثير من يمكن أحب أوضح نقطة مهمة بشكل نعم بشكل سريع نقطة نعم بشكل سريع انه دائما الاستهداف هو بصاروخ او صاروخين كاتيوشا، لكن مستوى الرد قد يكون بالاف الاطلاقات من منظومه الدفاع، وهذه الاف الاطلاقات تاخذ مساحا درجه 360 درجه محيطه بالسفاره، وتشهد استهدافات سقوطها على الارض. يشهد في الفتره الماضيه كان هنالك فتاه استشهدت وعجله تمت تاذت، واليوم لا، هنالك اكثر من منزل واكثر من شقة سكنية تضررت فضلا عن عدد كبير من العجلات. قبل أيام من إحياء دكتور وسيم الذكرى الأولى أو السنوية الأولى لشهداء النصر والشهيدين سليماني والمهندس، تأتي هذه الحادثة في أي سياق يمكن وضع هذا المسار الغامض باستهداف المنطقة الخضراء؟ ونحن نتحدث عن توقيت سياسي وأقليمي حساس لا يمكن فصله كذلك عن الأيام الأخيرة التي يعيشها في البيت الأبيض ترامب وكذلك إدارة الجمهوريين. بالنتائج والخلاصات أو المحصلات إلى أين تأخذ تحديدا، خصوصا اذا كانت فصائل العراقيه او المقاومه العراقيه حتى الادانات الحزبيه والسياسيه العراقيه تستغرب هذا التوقيت؟ واكثر من ذلك، ايران تصف او تعتبره هذا الحادث هو مشبوه، لماذا؟ اولا تحيه لحضرتك وللميادين ولضيوفك الكرام ولعموم المشاهدين. الاساس بقراءه الحدث العراقي اليوم اللي هو دائما حدث مركزي في مساحه المواجهه الكبيره المندلعه، دائما العراق نقطة مركزية وجوهرية. مثل ما تفضل الضيف الكريم من بغداد، في تداخل لأزمة داخلية عراقية الأمريكي شريك أساسي فيها، ولحدث السفارة وتوقيته في سياق الصراع الكبير. لذلك ربطا بالسؤال، الأيام المتبقية للرئيس ترامب والتي تقترب من أن تكون 28 أو 29 يوم حتى 20 كانون الثاني القادم، واحد اثنين، حركة ترامب في المنطقة وواقع أزمته الداخلية ربطا بعدم تسليمه نظريا على الأقل بنتيجة الانتخابات، ورهانه على ظروف خارجية عديدة أتى اغتيال العالم الشهيد محسن فخري زاده في إطاره، مجيء الغواصة النووية الأمريكية جورجيا وعبورها إلى البحر المتوسط مع إعلان رسمي أمريكي لهذا العبور منذ يومين، أيضا بنفس السياق اللي تفضلت فيه بالحديث عن أسلحة أمريكية بمعلومات الميادين وصلت إلى أربيل. الأهم هو ما يشيعه الأمريكي بشكل مضطرد أنه موعد إحياء مناسبة ذكرى القادة الشهداء قد
تحمل استهداف لنا، وبالتالي حركة أكبر قائدين عسكريين على مستوى الولايات المتحدة، عم نحكي الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة والجنرال ماكنزي قائد المنطقة الوسطى. ميلي قام بجولة خليجية قبل أن يصل أمس الأحد إلى كيان العدو، وماكنزي بالعكس مرق على بغداد، وهناك من يقول أنه بالوقت اللي سقطت فيه الصواريخ قد يكون ماكنزي كان في بغداد في هذا الوقت. هيدي كلها تشي بأن الأمريكي وترامب بالتحديد كأنه يبحث عن أجندة ما في سياق ما يجري من أحداث بهؤلاء 28 يوم المتبقين. وهيدا بشو مربوط؟ مربوط بالأجندة اللي قدمها كيان العدو عن لقاء مارك ميلي بقادة كيان العدو أفيف كوخابي رئيس الأركان، رئيس أمان ورئيس منظومة التخطيط والبحث داخل أمان. الحديث أنه شو عم بيقول كيان العدو بالتسريبات؟ أن هناك سرعة بالاقتراب بين بايدن وبين الإيرانيين. هيدا عنصر القلق والهاجس الأساسي بحركية الأحداث الجارية. وأيضا لكشفت الأسوشيتد بريس بمقال لها بتوقيت خطير عما يقوم به الإيرانيون من منشأتين جديدتين بين الجبال في مشروع فوردو. وهيدا كله فيك تحطيه بقلب حزمة واحدة دفعت الجمهورية الإسلامية إلى إثارة هذا الكم من الشكوك باسم الناطق باسم الخارجية، وربط فيه تغريدة بومبيو بالصواريخ المشبوهة واعتبروا أمر محضر سلفا. والأمر الثاني والأهم أنه مسارعة بومبيو إلى ربط كل هذه الوقائع ببعضها، واعتباره شو؟ أنه المشروع النووي الإيراني خطر على الشعب الأمريكي وليس فقط على الولايات المتحدة. ودعت بايدن لعدم تعيين مسؤولين من إدارة أوباما لأنه كانوا ملتصقين بالمشروع من إدارة أوباما السابقة، وهيدا صار بكذا مسؤول جرى تعيينه. كل هيدا بخلينا نشك أن شبهة هذه الصواريخ قد تكون مناسبة لافتعال وقع أحداث يخطط له ترامب بما تبقى من أيام، لكن برأيي هناك وعي وإدراك لهذه المخاطر من المعنى. يمكن سنبحث أكثر بكيفية الرد أو بكيفية المواجهة للمقاومة، لأن هنالك نوع من استدراجة أو استفزازة من خلال هذه التحركات أو هذه الحوادث إلى توقيت معين يريده ترامب والحلفاء في المنطقة. سيد مهدي، استمعنا إلى مقاربتين تتنسجمان، يمكن القول الدكتور بزي وكذلك أستاذ عباس، بأن المستفيد من وراء كل هذه الهجمات التي وضعناها بهذا السياق والمسار الغامض في بغداد هي واشنطن. ماكنزي، كل وسائل يمكن ضجت التواصل الاجتماعي بتواجده في بغداد، ويقول الآن دكتور بزي أنه كان متواجد يمكن أثناء استهداف السفارة الأمريكية، ولكن معلومات الميادين حتى الآن هو غير متواجد كان في بغداد. ولكن ملفت بسلوك الأمريكي، إذا تحدثنا سياسيا وعسكريا، أنا سأنطلق من الكلام السياسي، مسارعة وزير الخارجية مايك بومبيو لتوتير تصعيد هذه الأجواء وعدم تحاشي الصدام، حينما يقول يعني يصف الميليشيات المدعومة من إيران بأنها هي من استهدفت سفارة بلادي ببغداد، وأيضا يقول هي من تعيق الاستقرار واستعادة السلام والازدهار في الأراضي العراقية. لماذا هذه المسارعة حتى قبل أي مؤشر لتحقيق عراقي ليثبت يعني باللحظات الأولى؟ ولذلك هذا دفع طهران إلى اتهامه بأن هذا البيان هو مسبق. ما الذي تعده إدارة ترامب بأيامها الأخيرة برأيك سيد مهدي، وبأي سياق نضع هذا الاستهداف؟ أولا تحية إليك ولضيوفك الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني وضع هذا السياق بهذا الشكل غير مقبول على الإطلاق. هذا يعني استخفاف بالعقول أن تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتأجيج الوضع. أولا دعنا نرجع منذ زيارة القاضي للولايات المتحدة الأمريكية واعتراض الفرقاء داخل العراق على التقارب النوعي بين الإدارة الأمريكية وبين القاضمي والفرق الأخرى غير الفرق المدعومة من إيران. ورأينا من بعدها أن سواء الميليشيات أو الفرق التي تسمى بأسماء مختلفة تحاول استهداف المصالح الأمريكية أو استهداف المنطقة الخضراء أو السفارة الأمريكية، فهذه ليست أول مرة يحدث هذا الاستهداف.
إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تضرب إيران وكلنا نعلم هذا، وكان هناك لقاء في البيت الأبيض وكانت هناك ضربة يعني يريد دونالد ترامب توجيهها إلى إيران، ولكن القيادات العسكرية والسياسية اعترضت على هذا ولم ترى أنه لا يكون من بد في إجراء أي ضربة على إيران في هذا التوقيت لعدم إشعال الموقف. الولايات المتحدة الأمريكية لا يحكمها ترامب فقط، هناك مؤسسات كثيرة، والمؤسسة العسكرية اعترضت على فكر ضرب إيران في المرات السابقة. تصوير البعض أو ضيفك الكريم من بغداد أن هذه القصة يعني من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، يعني كيف يدخل هذا في العقل؟ إن كانت الحكومة العراقية لا تستطيع التحكم في الميليشيات الإيرانية التي هي التي ضربت، وستثبت الأيام هذا، من ضرب هذه الصواريخ؟ الأمريكان ضربوها على أنفسهم يعني؟ ولا يعني في الحقيقة لابد أن نتكلم بمنطق العقل. هناك في الداخل العراقي ميليشيات ليست تابعة لإيران تبعا مباشرا، ولا هي مقاومة، وهي تريد إفساد الموقف على العراق نفسها وعلى إيران نفسها. هذه الميليشيات لا يستطيع أحد التحكم بها. لا يمكن أن نقول أن بعد كل ما رأيناه أن الولايات المتحدة الأمريكية مستفيدة. مستفيدة من ماذا؟ إشعال المنطقة يعني بالعقل، حتى لا نتكلم كلام طيب عاطفي. هذا بالعقل وليس بالكلام العاطفي. لأنها طيب سيد مهدي، ماذا عن التحركات العسكرية؟ حينما تعلن وزارة الدفاع الأمريكية اليوم البنتاغون لأول مرة عن عبور الغواصة النووية مضيق هرمز جورجيا، وأيضا بنفس الوقت يتم الحديث أنه هذه المرة الأولى يتم الكشف عن المكان عن وجود هذه الغواصة، وبتوقيت مع اقتراب الذكرى الأولى والهواجس التي لدى واشنطن تحديدا بإمكانية أي انتقام أو أي رد أو أي عمل انتقامي لطهران على ما قامت به، إن كان بعملية الاغتيال للشهيدين سليماني وكذلك أبو مهدي المهندس، أو حتى باغتيال العالم محسن فخري زادة. كيف نفسر هذه التحركات العسكرية الأمريكية؟ ضف عليها تحرك كبار الضباط الأمريكي ميلي وكذلك ماكنزي. التحركات العسكرية بدأت من قبل هذا بكثير. هناك طائرات تم تحويلها في مناطق كثيرة في الشرق الأوسط من قبل هذه الضربة. عندما كان هناك الاستعداد لضرب إيران تم تحريك قوات في الخليج العربي، وتم تحريك قوات في مطارات حتى في تركيا وفي قطر. فالتحركات العسكرية الأمريكية بدأت منذ وقت طويل. أيضا هناك كانت تحذيرات حقيقية من الولايات المتحدة الأمريكية أن أي استهداف للسفارة الأمريكية سيكون هناك رد. أعتقد المستفيد من هذا هو الفرقاء أو من يحاولون اللعب بالنار داخل العراق، ولا تستطيع الحكومة العراقية ولا الإيرانيين حجمهم. لكن تصوير المسألة، هذا التحرك ليس بجديد، هذا تحرك استكمالا لتحركات سابقة. أكبر دليل عن هذا الإعلان هو التلويح بأن إن كان هناك أي محاولات لضرب المصالح الأمريكية سيكون هناك رد، وليس هذا تركيب من الولايات المتحدة الأمريكية، أو خاصة في هذه الفترة بالذات محاولة افتعال يعني مأساة أو افتعال مشكلة حتى تدرج بالولايات المتحدة الأمريكية بالحرب قبل وجود بايدن، لأن القيادات العسكرية الأمريكية لن تتحرك لمجرد أن ترامب يريدها أن تتحرك. ثانيا، التحركات العسكرية هو تنسيق، لأنه هناك تخوف من ضرب المصالح الأمريكية، سواء كان هذا مباشرة من داخل العراق أو باستخدام الحوثيين مثلا. فالمسألة أكبر من كثير بأن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لضرب إيران، لأنها لا تريد سبب. إن أرادت الولايات المتحدة الأمريكية كما حدث من قبل أن تضرب إيران فستضربها، ولكن القيادات السياسية والعسكرية ترى أن هذه المسألة غير مقبول بها لأنها ستشعل الحرب. ولكن في حالة لدرجة صورت سيد مهدي عفيفي وكأنه كل الصلاحيات ليست بيد كذلك ساكن البيت الأبيض، ونحن لديه يعني نعلم نعم، ولكن لديه الكثير ممكن من الخيارات. صحيح ليس هنالك من حرب شاملة، ولكن قد يتخذ القرار المناسب بأن يقيم معركة بين الحروب، وهذا ممكن أن يجنح إليه. لذلك تضع الكثير من الصحف الأمريكية هذا الاحتمال. سيد مهدي عفيفي، سأعود إليك إذا كان هنالك في اختلاف
مخالف برؤية الإدارتين الجمهورية والديمقراطية، وخصوصا وأنك شددت على أن القرار بيد البنتاغون وليس بايدن أو ترامب. لن أسمح بضرب السفارة الأمريكية. أعود إليك سيد عباس، يعني يقول بشكل أو بآخر السيد مهدي عفيفي هذه الأجندة الأمريكية لا يضعها ساكن أو قاطن البيت الأبيض، ولكن إذا عدنا إلى الداخل العراقي في تنسيق أمني استخباري كذلك واضح ما بين الطرفين، خصوصا كما ذكر بزيارة الكاظمي إلى واشنطن ما بين الأمريكي والعراقي، لماذا لم تتحرك هذه القطاعات العسكرية التابعة للوزارات العراقية لحماية أمن السفارة الأمريكية؟ أين هي الآن؟ وهنالك كلام ملفت للسيد مقتدى الصدر أنه على البرلمان العراقي التفاوض مع السفارة الأمريكية لوضع حد لاحتلالها كما قال، والاستعانة بالجيش فقط لحماية المدنيين والبعثات الدبلوماسية. كيف نفسر التصرف حتى الآن الحكومة العراقية على المستوى الرسمي إذا كان هنالك في توقيت مشبوه بالنسبة للفصائل المقاومة العراقية لهذا الاستهداف؟ نعم، أنا أتحفظ على الكثير مما ذكره ضيفك وسوف أجعل الموضوع بتدرج أرد على البعض منه، لكن أجيب على سؤالك أولا. ألا يعلم ضيفك الكريم أن القوات الأمنية العراقية لا يمكن لها أن تقترب من السفارة الأمريكية، وأن هنالك خط النار سيفتح وأنها ستتعرض للقتل إذ ما حولت التقرب ليس الدخول، الدخول يعني القتل بدون إذن، التقرب من السفارة الأمريكية يعني القتل، فضلا عن أن الأجواء محمية بطائرات أمريكية لا يسمح للطيران العراقي في معرفتها ومنحها، فضلا عن بعض المسيرات التي تخترق حتى أماكن خصوصية، واستهدفت قبل 3 أيام من الحادثة طائرة مسيرة للعمليات قيادة عمليات بغداد التي تقوم بمهمة جدا طبيعية في أجواء بغداد، تم رميها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ولم تعتذر عن هذا الموضوع، هنالك انتهاك. فعلى ضيفك أن يعلم أن التعامل مع القوات الأمنية العراقية هو تعامل بالتبعية والتعامل بعلوية، وأكثر من مرة القيادات العسكرية تحذر الولايات المتحدة الأمريكية سواء كان على مستوى الأجواء أو على مستوى القطعات في الأرض وتمنعها من الدخول بعض الأماكن، وهي تمنع القوات العراقية من الدخول إلى قطعات كثيرة. هذا واحد. النقطة المهمة جدا، ذكر ضيفك أن هناك تقاربا بين الكاظمي وواشنطن في زيارته الأخيرة إلى واشنطن مع ترامب. لا، هذا ليس تقاربا، هذه تبعية، وتحدث في حينها عن عقود ب$8 مليار ممكن أن تنفع العراقيين على مستوى الاقتصاد وغيرها، لكنها كانت كالسراب حينما وصل إلى بغداد، وأشار إلى أن هنالك محاولة لدفع الموضوع الانسحاب على 3 سنوات تم رفضه رسميا، بالتالي لا نرى هنالك، وهذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل القوى البرلمانية العراقية السلطة التشريعية العليا في العراق أن تذهب إلى استجواب الكاظمي حول هذه التحركات. كذلك نقطة أخرى ومهمة، انه الضيف حاول ان يدفع انه لا توجد هنالك مصلحه للولايات المتحده الامريكيه في ضرب في استهداف الداخلي وان هنالك ميليشيات ايرانيه، طبعا عليه ان يميز ان هنالك مقاومه عراقيه، نعم هنالك لديها تحالف جدا قوي على المستوى الاستراتيجي مع محور المقاومه، كما ذكر انه قد تكون هناك استهدافات في اليمن وغيره، وهذا طبيعي جدا لان محور المقاومه متماسك وهو يدرك انه امام هجمه واحده. نفس الناقلات الحربية والطائرات الأمريكية ونفس هذه البوارج ممكن أن تقصف في اليمن، في البحرين، في لبنان، في العراق وفي سوريا وفي إيران، بالتالي من الطبيعي جدا أن تجد محور المقاومة متماسكا وأن يكون له جهوزية جدا عالية في الرد والتصدي لما يجري، فبالتالي لا توجد تبعية بقدر ما يوجد هنالك محور وتحالف جدا قوي، هنالك إرادة عراقية حرة ومقاومة عراقية تدرك المشروع وتتفاهم مع كل القوى في المنطقه من اجل انضاجه. هذه نقطه لا اريد ان يعني اسهب بها، لكن اقول ان الاراده العراقيه الحقيقيه في الدبلوماسيه العراقيه اعطت منحه الذي هي السلطه الهيئه الهدنه المشروطه، لماذا لا تستثمرها الولايات المتحده الامريكيه وتنسحب وتترك البلاد ما دام هنالك قرارا شرعيا؟ اذا كان الرهان على ترامب وعلى الكونغرس يمنعه او لا يمنعه او انه هنالك وزيرا دفاع يرضى او لا يرضى، لا ننسى ان ترامب امتلك الحماقة الكبرى
في فترة سابقة واستهدف مصالح عليا للدول في المنطقة وقصف دون أن يكون هنالك رادعا. فما الذي يمنع بهذه الخمسة يكفي 28 خرق السيادة العراقية وقتها قبل سنة تقريبا باستهداف القياديين والقياديين الشهيد أبو مهدي المهندس وكذلك قاسم سليماني، رغم أنه في قرار مناقض لإدارة ترامب حينما تتحدث عن أن يصل إلى قرار أنه بتقليص عدد القوات الأمريكية إلى 2500 عنصر إن كان في أفغانستان وفي العراق بالبلدين، في تعزيز للحضور العسكري من قبل البنتاغون بالمقابل. نعم سيد عباس، فقط قبل أن نذهب إلى فاصل تعقيب من الدكتور وسيم بزي. يعني أنا عم بسمع نقاش الحاصل وهو نقاش مهم، أنه حينما تريد الولايات المتحدة يقول ضيفك من واشنطن تضرب إيران، كأنه معايير السيادة والعلاقات بين الدول واحترام القانون الدولي غير موجود بالمنطقة اللي نحن عم نتكلم فيه. قد يكون الجيش الأمريكي أكثر عقلانية من رئيس دولته بلحظة معينة ولا يريد الذهاب إلى حرب، لكن هناك وصمة عار على جبين هذا الجيش، رغم أنه هن سربوا من أسبوع للعسكرية فرمون طريقة إدارتها لعملية الاغتيال، وكأنهم يتشدقون ويفتخرون بجريمة ارتكبت على أرض دولة ذات سيادة، قتل فيها قائد عراقي نائب لهيئة رسمية اسمها هيئة الحشد الشعبي ومبعوث لدولة جاية إلى الأراضي العراقية هو الشهيد قاسم سليماني. الأمر الثاني أن الولايات المتحدة قبل عملية الاغتيال البشعة منذ عام قامت بضربات لقواعد للحشد الشعبي، لم تكن رد فعل دقيق على تحقيقات أثبتت تورط هذه القواعد بعمليات اغتيال. الأمر الثالث أن البرلمان العراقي أخذ قرار بانسحاب القوات الأمريكية من الأراضي العراقية. الأمر الرابع أنه في اتفاقية أمنية ناظمة لطريقة التعاطي بين القوات الأمنية والعراقية يضرب فيها الأمريكيون كل عرض الحائط. أمر خامس أنه رئيس وزراء العراق السابق منذ أسبوع أو 10 أيام ألقى قنبلة كبيرة في المياه الراقدة حول حقيقة ما جرى في 3 كانون الثاني من العام الحالي على عادل عبد المهدي صحيح حيدر العبادي على ضوء ذلك كلام ضيفك الكريم كأنه منطق العربدة الأمريكية في عالمنا هو منطق مستساغ يجب أن نسلم به. السفارة الأمريكية ليست سفارة دبلوماسية، هي قاعدة عسكرية كبرى تروع العراقيين كما قال ضيفك من بغداد، وبالتالي الوجود الأمريكي على أرض العراق هو وجود احتلال وليس هناك اتفاقيات ناظمة تشرع. سأترك يمكن بالنقاط التي ذكرتها دكتور وسيم كذلك الحق للسيد مهدي عفيفي للإجابة عنها، ولكن سنفصل أكثر هذه التحركات العسكرية الأمريكية التي تتوالى بوجود كبار الضباط ما بين العراق وكذلك سوريا مثل زيارة ماكنزي، بأبعاد أيضا هذه التحركات والتي أتت بسياق استهداف المنطقة الخضراء والسفارة الأمريكية في بغداد. ولكن اسمحوا لنا أن نذهب إلى فاصل قصير، من بعده نعود لاستكمال المسائية. مشاهدينا الكرام لا تذهبوا بعيدا لو سمحتم. الحجي انا قال لي لحظات ان شاء الله اوصل يا محمد رضا وارجع لك. اطلعش بالليل بهالوضع هذا، يعني ذيك الايام الوضع كلش كان قلق. التقارير اللي تبنتها وسائل اعلاميه كانت تنبئ بشيء. في حدود الساعه 9 اتصل بي الرئيس ترامب. حسيت اكو طيران مو طبيعي يعني، والطيران واحس ان فوق السياره مالتنا. اكو عنصر بشري واكو عنصر عراقي موجود يعني، ومن نقول عنصر مو نفر يعني. اكو سياره جايه بدون لوحات ماخذه عينات.
من جديد أهلا بكم في المسائية. القصف الصاروخي على المنطقة الخضراء سبقته الأسبوع الماضي معلومات كشفتها مصادر موثوق بها للميادين عن نشاط أمريكي مشبوه في العراق. المصدر قال إن الأمريكيين يدخلون صواريخ وأسلحة ومعدات إلى العراق لاتهام فصائل المقاومة بالتخريب والقتل. وأشار المصدر إلى هبوط طائرة أمريكية في قاعدة عين الأسد حاملة 32 منصة إطلاق صواريخ مع ذخيرتها. ولفت إلى أن طائرة شحن أمريكية أدخلت في تشرين الأول أكتوبر الماضي كمية من الأسلحة و28 منظارا إلى أربيل. وفي جولة غير معلنة زار قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط فرانك ماكنزي بغداد والتقى القوات الأمريكية في قاعدة التنف بسوريا. القوات الأمريكية أدخلت 73 آلية أمريكية إلى سوريا عبر معبر الوليد محملة بمعدات ومواد لدعم القواعد الأمريكية هناك. هذا في جانب من التحركات العسكرية الأمريكية. وكانت أيضا لافتة الزيارة الخاطفة لرئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي مارك ميلي إلى إسرائيل توقيتا ومضمونا في ظل الحديث عن تصدر إيران جدول لقاءات الزيارة مع كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين في إسرائيل. تقرير منال إسماعيل. في زيارة هي الثالثة له منذ توليه منصبه قبل عام ونصف تقريبا وصل رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي مساء الأربعاء الماضي إلى إسرائيل. زيارة ميلي إلى إسرائيل كانت خاطفة استمرت 36 ساعة تقريبا. التقى خلالها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن بني غانتس. وحل ضيفا على رئيس هيئة الأركان العامة أفيف كوخافي. وشارك في عدة لقاءات وأحداث عسكرية تهدف إلى توثيق التعاون المشترك بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي. وفيما طرح مراقبون تساؤلات بشأن السبب الذي قد يدفع أكبر ضابط عسكري أمريكي إلى زيارة إسرائيل ثلاث مرات في غضون عام تقريبا، كانت التسريبات عن الزيارة ولقاءات ميلي خلالها تظهر جليا أن الموضوع الإيراني كان الحاضر الأقوى على جدول أعمال الزيارة واللقاءات والمباحثات. زيارة ميلي إلى إسرائيل كانت خاطفة وعنوانها إيران إيران إيران، وذلك على خلفية التهديدات الإيرانية بالانتقام لاغتيال فخري زادة الذي يتهمون إسرائيل باغتياله. قبل شهر من ترك الرئيس ترامب البيت الأبيض يبدو أنهم في الجيش الإسرائيلي وأيضا في الجيش الأمريكي يسألون أنفسهم ما الذي سيحصل في موضوع إيران إلى حين استبدال الإدارة في واشنطن. الجنرال مارك ميلي هو بالفعل واحة الاستقرار في هذه القصة. اللافت في التسريبات عن تفاصيل الزيارة ما كشفته تقارير إعلامية عن مصادر أمنية قولها إنه يوجد تفاهم واسع لكن ليس كاملا بين ميلي وكبار الضباط الأمريكيين من جهة وبين الضباط الإسرائيليين من جهة أخرى حول صورة الوضع في القضية الإيرانية وطرق التعامل معها. فيما تشير تقديرات المؤسسة الأمنية إلى أن إيران بدأت حوارا غير مباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بالرغم من أنه سوف يتسلم منصبه على نحو رسمي في 20 من كانون الثاني يناير المقبل. سيد عفيفي أستأنف الحوار معك، ما الرسائل لهذه الحوادث التي تجري؟ إن كان استهداف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد ضف عليها حركة كبار الضباط الأمريكيين ولقائهم بأيضا المسؤولين الإسرائيليين وعلى جدول أعمالهم التخوف من الانتقام الإيراني ردا على ما قاموا به تجاه الشهداء الإيرانيين وكذلك شهداء محور المقاومة وما ورد بمصادر للميادين وتحديدا أتحدث عن المتحدث باسم سريات قاسم الجبارين أبو مشتبى القريش عن توفر معلومات بمخطط أو نشاط أمريكي بوصول أسلحة ومعدات عسكرية إلى أربيل. كل هذه المؤشرات إلى ماذا توصلنا؟ وهل هنالك مخطط أمريكي بنهاية عهد ترامب إلى ضربة عدوان ما تجاه إيران أو تجاه محور المقاومة يبدأ من الساحة العراقية؟ في الحقيقة طبعا تصوير أن الساحة العراقية شيء واحد هذا أبعد من الحقيقة. ما نراه الآن أن هناك عراقين وهذا ما يمثله حتى ما نراه في البرنامج الآن، العراق الذي للعراقيين والعراق للتابعين لإيران. هذه الصراعات الداخلية في العراق هي التي تتسبب في كل هذه المشاكل. يعني الاعتراض على رجل مثل المالكي الذي يحاول
توحيد العراق وخلق ومتابعة الاتفاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الآخرين التابعين لإيران والذين يريدون أن تكون العراق جزء من إيران ويحللون كل ما يقوم. تحركات الولايات المتحدة الأمريكية تحركات طبيعية للرد على أي محاولات سواء كانت مما يسمى محور المقاومة، والذي فنده ضيفك الكريم أنه في جميع أنحاء العالم، فلم تصبح المسألة مسألة عراقية، أصبحت المسألة إيرانية الآن، وهو ما اعترف به شخصيا سواء اليمن أو وضع محور المقاومة شيء والعراق شيء آخر. خلط الأوراق هو الذي يتسبب في كل ما نراه. العراق التي لها يعني وحدة خاصة ولها حرية خاصة يسيطر عليها الإيرانيين، وهم الذين يريدون بعدما استنفذوا كل يعني مدخرات العراق إدراج الحراك في هذه الأزمة، هم الذين يتسببون في هذا. ومحاولة إغلاق الأعين أن إيران هي وراء كل هذه المشاكل هي المأساة. يتكلم الكثيرين كأنهم عراقيين باسم إيران، فالولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح. دعهم يقولون ما يقولون،